بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور استاذ مساعد دكتور محمد عبد الكريم طلق، كليه العلوم قسم الكيمياء. اليوم محاضرتنا عن التشخيص العضوي بالكربون 13. انا معاذ، هو امتداد لسلسله المحاضرات بتشخيص المركبات العضويه. الحقيقه مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه اللي هو اول التشخيص بالNMR والبرنسبل بروتون NMR وقواعد التشخيص وانواع السيجنال والسبلتين. اليوم راح ناخذ تكمله للموضوع اللي هو الجزء الثاني اللي هو كربون 13 NMR سبكتروسكوبي. الحقيقه من تسميته هو الكربون 13 هو ديترماين ذا ماجنتيك انفايرمنت اوف ذا كربون اتوم. مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه على الهيدروجين بروتون NMR، هاي التقنيه راح تسوي لنا ديترماين فقط للكربون ايزوتوب وذ نيوكليير سبين كان بي ديتكتد. كربون 13 هاز ا ماجنتيك سبين بات از اونلي 1% اوف ذا كربون ان ا سامبل. هنا هذا الشكل راح يوضح لنا الكربون كيميكال شيفت. احنا بالبروتون كيميكال شيفت شفنا المسطره وراح نقيسها بالبي بي ام، وشفنا الكيميكال شيفت راح يبدي من الزيرو اللي هو تي ان اس الى تقريبا 14 او 13، وقسمنا عليه السيجنالز اللي راح يكون حسب الشيلدينج والدي شيلدينج وحسب كل موقع بالجزيئه وحسب الجي كابلنج اللي يطلع عليه. هنا هذا الكربون راح نشوف الكربون العادي بهذا الشكل اللي هو سي اتش سي ال، راح يصير له دي شيلد وراح ياخذ الابزورب مالته ب 60 بي بي ام. هسه راح ناخذ ديتيل. مثل ما شرحنا بالمحاضره ايضا السابقه، اول طرق للتشخيص او للتعريف لازم نعرف الانفايرمنت مالتي جزيئه. قبل الانفايرمنت مالتي جزيئه حتى نعرف كم سيجنال حيطلع عندنا. هذا المثال اللي اخذناه بالبروتون راح نعيده الان بالكربون. هسه هذا المثال اللي هو دائما في الايثر. بالبروتون قلنا عندنا انفايرمنت متشابه جزيئه متناظره، فراح يعطينا سيجنال واحده بس الانتنسيتي عالي، وقلنا راح يعطينا بالانتجريت راح يطلع لنا هذا الانتجريت فيها 6 هيدروجين. هنا نفس القصه ونفس الشرح ونفس الموضوع، نفس الشيء راح يعطينا هذا، راح يعطينا كربون واحد والانتنسيتي مالته عالي. هنا المثال الثاني اللي سي اتش 3 سي اتش 2 سي ال راح يعطينا 2 كربون لان عندي 2 انفايرمنت، والمثل اسيتيت واضح راح يعطينا 3 كربون. راح احاول اعبر بسرعه. هذا الشكل راح يبين لنا السيجنال اللي تطلع او تعطينا الترددات اللي تطلع او الكيميكال شيفت اللي تطلع بالمسطره او بالسبكترم مال الكربون 13. اي سيجنال شو ديفرنت تايب اوف انفايرمنت اوف كربون 13 ريزونانس ار 0 تو 220. طبعا احنا يعبر عندنا 220، بعض المركبات تصير 250 240 260، بس هذا الافرج بالمركبات اللي مو كلش معقده. هذا الداون فيلد فروم تي ان اس كاربون شيفت داون فيلد دي شيلدد اف نيكست تو الكترون ثروينج لايك اوكسجين نيتروجين او هالوجين. هذا السيجنال هنا راح يوضح لي الشكل، مو فقط السيجنال، التايب الهايبريزيشن تايب راح ياثر لنا بالكيميكال شيفت اللي تطلع عليها الكربون. هذا اول مثال اكزامبل للكيميكال شيفت اللي تطلع عليه الكربون. عندنا اثيل مثل كيتون. عندنا هنا بالبدايه قبل لا نبدا باي موضوع، مثل ما شرحنا بالموضوع السابق بالبروتون NMR، بالبروتون NMR قبل لا اعرف السبلتين سنجلت دبلت تربلت دبلت اوف دبلت كوارتيت، لازم قلنا شنو نعرف؟ لازم نعرف الانفايرمنت مال جزيء او كم سيجنال تنطينا. اول شيء اعرف كم سيجنال تنطينا. هنا عندنا سيجنال بالسي اتش 3 وعندنا سيجنال بالسي اتش 2 وعندنا هذه عفوا بالسي 2 وعندنا سيجنال بالسي 3 وعندنا سيجنال اللي هي سي اتش 3 فسي اتش 3. هنا الاختلاف عن البروتون NMR، بالبروتون NMR احنا
injection only hydrogen proton proton sorry proton فبالبروتون راح يصير عندنا ثلاثة انفايرومنت هنا احنا راح نسوي الكربون هذا الكربون راح يصير عندنا اربع انفايرومنت فهنا ليش لان الكربون راح يسوي لنا ديتكشن للكربون مال الكربونيل ومثل ما قلنا هنا راح ياثر لنا الشيلدد والدي شيلدد فراح يصير اول سي اتش 3 بالاوت فيلد او بالهاي فيلد راح يطلع عندي رقم أربعة اللي هو سي اتش 3 هذه رقم أربعة راح تطلع بالبدايه ذين رقم اثنين رقم ثلاثة راح تطلع عندي بعدها وبعدين رقم ثلاثة اللي سي اتش 3 طلعت ابعد وحدة لان ليش؟ لان الدي شيلد مال الكربونيل راح ياثر عليها وعندي مجموعة الكربونيل تطلع بال 280 هسه حناخذ مثال اخر اللي هو سي اتش 2 سي ال سي سي ال 2 سي اتش 3 هذا المثال راح يعطينا كم كربون احنا قد متناظر او متناظر بالبروتون طبعا هسه هذا مقارنه بين السبكترم مال البروتون والسبكترم مال الكربون بالبروتون الامام راح يعطينا ثلاثه كيميكال شيفت اثنين كيميكال شيفت اثنين كيميكال شيفت اللي هي سي اتش 3 وسي اتش 2 بينما بالكربون 30 راح يعطينا ثلاثه اللي هو كربون سي اتش 3 وكربون سي اتش 2 وكربون اللي مرتبط باثنين كلور هسه هذا السلايد راح يوضح لنا differences between proton and carbon NMR اول شيء differences احنا هنا detection بالكنفانات ما تصير almost هو same بس اختلاف بالمسطره وراح نشوف هسه الاختلافات البقيه كلها بالسبلتين هنا السبلتين بالكربون 13 بالبروتون NMR قلنا احنا السبلتين جزيئتين قسم بالاعتماد على المجاور سبلتين قاس على المجاور قلنا القانون الان زائد واحد هنا اذا شفتوا قبل شويه الطيف اغلب الاطياف او اذا احنا ما عندنا هنا جهاز انا ما اعرف يعني يمكن بالعراق هسه جاي واحد ما اعرفه وما جاي قالوا ابن الهيثم بس احنا اذا عندنا جهاز الاوبريتر اللي يشرع الجهاز يقدر يسوي سبلتين بالانمار عاده انت هذا المعلومه ما تلقاها اكثر يعني راح يقول لك هذا انا ما راح تكبيك واحد ماكو سبلتين وراح يقسم لك تستعيض عن السبلتين اكو تايمز اوف ران راح ياثر هذا التايمز اوف ران اللي هو ديبت 90 وديبت 45 وديبت 135 هسه راح نشوفها اللي قدام هنا هسه البرسنتج مال كاربون 13 از فيري سمول راح ياثر على سبين سبلتين مع وياي هسه هنا هسه هذا البروتون انا ما المثال نورمال هيكسين النورمال هيكسين ب 6 كربون احنا عندنا متناظر 3 ب 3 فا اولموست المفروض ايش يطلع لي يطلع لي 3 سيجنال بالكربون و3 سيجنال ايضا مثل ما نشوف بالبروتون بس هنا شنو المشكله؟ 3 سيجنال بالبروتون راح يطلع عندي سنجليت ودبليت هنا بالكربون راح يطلع عندي بس انتنسيتي اعلى بس اولموست مثل ما قلنا راح يطلع عندي بي واحد هنا ايش راح اسوي حتى اقارن ما هسه هذا الطيف واضح هذا سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 هنا هذا السان كربون 13 هذا هنا سوينا له السان هسه هذا المركب دايميثيل 1 1 2 2 تترا مثل ميثين هنا نفس الشيء راح يطلع عندنا انفايرومنت هاي جزئيه متناظره انفايرومنت مالها يطلع عندنا هيدروجين فقط راح يعطي واحد هذه الكربون هيدروجين وواحد المجاميع المثل بس قلنا الانتنسيتي عالي وهنا الكربون نفس القصة راح يطلع عندي اثنين راح اروح انا دا شوية سريع راح اروح هسه مثال اخر هذا الكين وبمجموعة ميثيل وبين بيوتين هنا نفس الحكي هنا الانفايرومنت انطاني هيدروجين بس هنا مثل ما قلنا بالبروتون هيدروجين السيلول فان راح تطلع دبليت اوف دبليت دبليت اوف دبليت دبليت اوف دبليت كل وحده تنطي طلع نفس الانفايرومنت نفس الانفايرومنت بس السيجنال تختلف بدون سبلتين هنا البنزين قلنا بالبروتون انا ام ار اذا بار راح يعطيني دبليت اوف دبليت اثنين سيجنال اذا ميتا او اورثو او معوض برقم واحد راح يعطيني مالتي بيت طبعا بالاجهزه هسه 500 ولا 400 ولا 600 اقدر افصلها وراح يصير عندي تحسس عالي وعن طريق الجي كابلنج اقدر افصل هذه المن يعني بسهوله بالكربون 13 الان ما راح يعطيني
يعطيني بروتون الكربون البنزين عفوا او الاروماتيك سيستم، راح يعطيني اربع سيجنال، سيجنال الكربون رقم واحد ورقم اربعة راح سيجنالين راح تكون مختلفة، وسيجنال للمتناظر كل واحد سيجنال بس الانتنسيتي مالها عالي. وهذا مثال اخر، مجموعة اكل بها نايترين، وهذا راح نشوفها هسه هنا راح للداون فيلد، لان عندي سي تربل بوند ان وسويت دي شولد عالي. هسه هنا البروتون ديكابلينج، هسه هنا هاي معلومه الحقيقه قبل شويه قلنا السبلتين على الاغلب يكون بالبروتون ان ام ار، راح يكون عندي سبلتين، بس هنا ما راح يكون عندي سبلتين هنا راح اقدر اخلي سبلتين يصير ويعطيني سنجلت ودبلت وتربلت وكوارتيت. زين لو بس دبلت وسنجلت هسه راح نشوف او دبلت وسنجلت فقط للكربون. هذه هنا راح تعتمد وين السبلتين، راح يعطيني سبلتين ذره الكربون كم هيدروجين شايله، راح اقدر اطلع من عندها سبلتين همتين ان زائد واحد. يعني عندي تي ام اس بيها اربع كربون بس متناظر يطلع بالزيرو، يطلع لي كوارتيت على اعتبار هذا الكربون بيه ثلاثه هيدروجين زائد هيدروجين زائد واحد يصير اربعه، باع وياي هسامي سي اتش 3 باع السبلتين ماله طالع واحد اثنين ثلاثه اربعه، باع سي اتش 2 طالع السبلتين مالها زين اثنين، باع هذا كوارتينري ما بيه ولا هيدروجين طالع واحد. فاذا ممكن يصير عندنا سبلتين بس اولموست احنا من نسوي ران او ندزه طبعا بالدراسات من نسوي ران او يدزه ما راح يطلع لنا الكربون بهاي الصيغه، يجينا كربون بالسيجنال وحده وعليه كيميكال شيفت مؤكد، بس ممكن يصير عندي سبلتين، بس سبلتين ان زائد واحد يعتمد على عدد ذرات الكربون كم هيدروجين شايل، واضح؟ نفس الرول راح نقدر نقرر. هسه الكيميكال شيفت سبكترا وذاوت بروتون ديكابلينج اذا كوارتينري راح يطلع سنجلايت، اذا ميثين يطلع دبلايت، اذا ميثيلين يطلع تربلايت، اذا ميثاي يطلع كوارتيت، راح يعتمد السبلتنج على كم ذره هيدروجين شايله. هذا المثال راح يعطينا مثال واضح الاثيل مثيل، اثيل مثيل كيتان اللي هو 2 بيوتانون. هسه هنا راح نباو كربون، الكربون يطلع لي سيجنال بدون سبلتين وسيجنال سيجنال ويا السبلتين، باع عليه شوف كربون رقم ثلاثه اللي هي المفروض تطلع بالاب فيلد لان هي بعيده عن تاثير الكربونين، هي طالعه هنا كوارتيت هنا طالعه واحد، السي اتش 2 طالعه ايش قد؟ لا السي اتش 3 بعدها طالعه 4 1 2 3 4 ديكربون هنا طالعه واحد، وهنا طالع سي اتش 2 ثلاثه هنا طالعه واحد، اثنين بس طالعه اربعه. فاذا نقدر نسوي سبلتنج بس هنا السبلتنج راح يختلف، احنا الاستعاضه عن السبلتنج حتى نعرف سي اتش 2 وسي اتش 3 اكو غير تكنيك بالكربون 13 هسه راح نجي نشوفه، تكنيك افضل واحسن واكثر. هذا مثال اخر، هذا مثال اخر اللي هو ميثين ايثين بروبين بيوتين اللي هو اثنين بيوتانول، اثنين بيوتانول اللي هو باع عليه A والبي والسي والدي وين طالع وطالع وياها السبلتين، بس هنا السبلتين راح يعتمد على عدد الهيدروجين اللي شايلها كربون. هذا مثال اخر وذاك ديكابلينج طالع عندي، هسه راح ناخذه ويا الديكابلينج ويا هسه هذا المثال، هذا ويا الكابل ويا الديكابل. طيب هنا هذا كليرلي راح يطلع اللي كلاسيكال او اللي هو عفوا الديفولت سبيكترام اللي راح يطلع، هسه راح اشوف ليش ما نستخدم هاي الطريقه، ليش نستخدم غير الطريقه، بس هذه المعلومه لان على الاغلب ما موجوده، نقرا بالليترشر او بالكتاب ما نلقى يقول لك يسوي ديكابلينج وكابلينج وسبليتنج، راح يقول احنا راح نميز السي اتش على السي اتش 2 على السي اتش 3 كتانية، وهسه راح ناخذها ولو انا قاعد اعطيكم مستعجل كلش. هسه هذا تي ام اس، عفوا مو تي ام اس، هذا تي ام اس طالع، هذا كربون واحد، هذا اثل، هذا مثل بارا بنزين كيتون اللي هو بارا برومو اسيتو، بارا برومو اسيتو فينون، وهذا طالع برومات البنزين 4 و 4 داش و 5 5 داش، طالع عندي اثنين وذني ثلاثه وسته، تعتمد على الكيميكال شيفت مالها، يعتمد على الدي شيلدينج مال الكربونين ومال البروم.
هذا مثال آخر نفس أثر مثل أسيتيت هذا ذني أربعة. وشفت أنا معار هنا أنا نسيت أوضح بالكربون 30 باور البيس لاين. البيس لاين اختلف. البيس لاين بين البروتون أنا معار سموثلي أكثر هنا طبعا يعتمد حتى الوقت. أنا شرحت التفاصيل كلها نشرحها في كم محاضرة. حتى الوقت يختلف. يعني بالبروتون أنا معار فران ممكن يسوي دقيقة ومرات 60 ثانية دقيقة ونص مرات 60 ثانية مرات 30 ثانية مرات 15 ثانية يعتمد على التركيز. طبعا احنا كل اللي نحكي له في محكينا بالسابق هذا ليكويد فيس يسموه ليكويد فيس. انا بقى ليكويد فيس هذا بالليكويد فيس. بالسوليد فيس الموضوع يختلف. سوليد انا بقى يختلف. بعدين راح ناخذ كل شيء راح تشوفه يختلف. البيسال يختلف. السبكترم يختلف. المصدر يختلف. هسه احنا شفنا الفرق بين المصدر ذاك يبدي من 0 لل 14 او 13 او 12 او 15. هذا يبدي من 0 تقريبا 250. شفنا طبيعة السيجنال تختلف. طبيعة البيسال يختلف بالتشخيص. هسه راح ناخذ الجزء المهم اللي هو ليش ما سوينا احنا سبليتنج او ليش ما استخدمنا السبليتنج حتى نعرف سي اتش 2 وسي اتش 3. اكو تكنيك اللي اسمه ديبت 45 وديبت 90 وديبت 135 اللي هو هذا يشخص لنا الكربون بها سي اتش او سي اتش 3 او سي اتش 2 ضمن هذا التكنيك. طبعا هاي المركبات اكثر اللي استخدمها طبعا بالنيتشرال برودكت لان عندنا مركبات اليفاتيه كلش عاليه. فهاي المركبات الاليفاتيه سواء سايكليك او يعني سايكليك او نورمال اليفاتيك تشين عاديه. هاي المركبات تطلع عندنا سيجنال هوايه والسيجنال راح يطلع عندنا مثلا بالان ام ار بالكربون 30 عفوا من ال 15 لل 39 وتكون متشابكه وصعبه الحل. خصوصا احنا عندنا نحكي مركب النوم وبالبروتون نفس الحالات عندنا بيك تقريبا عالي ومالتي بليت من 1 و7 و1 2 و3. هنا راح نميز السي اتش والسي اتش 2 والسي اتش 3 ايهما سي اتش وايهما سي اتش 3. الديبت مثل ما مكتوب هنا انهازمنت بايبلايزيشن ترانسفير الديبت 45 راح يشوف لي شوز 1 فيرست وسكند وثيرد كاربونز. الديبت 45 راح يطلع لي كل الكربونات الاوليه والثنائيه والثلاثيه. وانت تعرف الاوليه والثنائيه والثلاثيه يعتمد على عدد فمات الهيدروجين او المجامع المرتبطه به. الديبت 90 شو اونلي ثيرد كاربونز بس الكربون الثلاثي. الديبت 135 هناك تقنيه راح تختلف راح شوز الفيرست والثيرد كاربونز از بوزيتيف يعني فوق بوزيتيف والبيكس اند اند كاربونز از نيجاتيف بيك راح ينزل بالنيجاتيف. هسه راح نشوف يعني الطيف هنا ما راح يكون يعني البيس لاين راح اكو راح يطلع لنا سيجنال صعد لي فوق بالبوزيتيف وسيجنال صعد لي جوا يعني اما بالاب او بالداون. هسه راح نشوف هذا المثال. هذا المثال بسيط. السي اذا الكربون وحدك كوارتينري هسه شلون راح نعرف كربون كوارتينري؟ اذا طلع عندي يعني كربون كوارتينري بالكربون العادي من اسوي كربون 13 العادي راح يطلع لي كربونات الكربونيل والكربون كوارتينري واضح؟ بينما بالدبت 45 و90 و135 ما راح يطلع لي فقط السي اتش يعني ما يطلع لي كربون الكربونيل واضح؟ لذلك هسه هذه اذا انا كنت شارك كربون كوارتينري وبالبروتون ما طلع عندي سيجنال مالته مجرد يسوي كربون 45 او 90 راح يختفي هذا الكربون ما راح يطلع عندي. فمعناه الشخص اقول هذا كوارتينري كربون واضح. وهنا هسه الكربون الديبت اكسبيرمنت هذا مثل ما واضح ناس نازله بوزيتيف عفوا نيجاتيف وناس نازله داون. نفس الطيف نفس المركب باور راح تشوف هسه هذا هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف هنا اكو بدات تختفي طيف يختفي هذا كربون عادي نورمال مطلع كل شيء وطلع لي كربونيل بس اذا اسوي 135 ما حيطلع لي كربونيل راح يخفيها الكربونيل بس يطلع عندي بالنورمال كربون 13 واضح. هذا راح يغنينا عن نسوي سبليتنج اللي هو قبل شوي يعتمد على ذره كربون الكربون. احنا طبعا قبلها هذا هوم ورك اذا تريدوه احنا قبلها
أنا شوي شرحتكم سريع، ما أعرف يعني مو عادتي لين على 20 دقيقة. إحنا قبل هالمفروض فاهمين الانفايرومنت مثل ما شرحنا سابق، الانفايرومنت مال الجزيئه وش قد تعطينا سيجنال سواء كربون او بروتون قبلها. ان شاء الله المحاضره الجايه راح ناخذ الكربون سوليد ستيت والكربون 2 دي ان ام ار. هسه احنا خلصنا ال 1 دي ان ام ار، ال 1 دي ان ام ار اللي هو ينقسم بروتون ان ام ار وكربون 30 ان ام ار. شكرا جزيلا.